كتير جدا بالعلاج اللي احنا بنديه، لكن الميت للاسف الشديد ما ينفعش له اي شيء. زي ما احنا قلنا نخلي بالنا من اماكن الكلاب بتاعتنا، نبعد عن القراض عشان خاطر دي السبب. لو كلبك كان شغال وميت فل و14 وابتدى يحصل مشكله. حاجه تانية ان الذكر نفسه يتجوز نتايه غلط، فده بيبقى اكبر غلط اصلا، ان هو يتجوز نتايه كانت زي الفل وكانت كويسه وفجاه النتايه دي جالها بقى هايلة اصحاب فتح جوجل كاتب اصحاب قال لي مفيش روح رب كلاب داعي وفي لك مش كذاب ولا هيدق الناس معاك كلب هيجري لك فعراكك يفضل جنبك حتى بقى هايلة اصحاب فتح جوجل كاتب اصحاب قال لي مفيش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل الناس الجميلة اللي منوراني عندي على القناة. طبعا اتكلمت في الفيديو السابق عن طبعا الخصوبة عند الذكور فالنهارده ان شاء الله رب العالمين يا جماعه هنتكلم العقم عند الذكور وعند الاناث، وايه الاسباب اللي بتخلي يحصل عقم لو كان الكلب سليم وبعد كده لا قدر الله حصل له عقم، الكلب مبقاش يخلف او نسبه التحليل بتاعته او نسبه الحيوان المنوي بقت صفر. طبعا عوامل كتير جدا بتاثر عليه احنا ما بناخدش بالنا منها غير لما بتحصل المشكله، وبعد كده بنرجع نقول والله حصل 1 2 3 ايه العلاج؟ بيكون العلاج خلاص، بيكون الامر نفذ زي ما بيقولوا، ما بقاش في علاج ينفع ولا اي شيء. طيب ايه الاسباب يا محمد اللي بتخلي الكلام ده يحصل؟ الاسباب اللي تخلي الكلام ده يحصل حاجات كتير جدا. زي اول حاجه لو انت كلبك كان مصاب بمرض تمام وما عالجتش وسبته وقلت هيتعالج او هيبقى كويس هندي له حقنتين ويبقى زي الفل زي اي مرض، وبالذات خصوصا الببيزيا او الرخيه تمام، بتبقى الحاجه دي حاجه صعبه جدا. ولو الكلب عنده بارفو وجاله بارفو وهو كبير دي برضه بتاثر تاثير جامد جدا تمام. والحاجه الرابعه اللي هي لو الكلب بتاعك دايما بيختار المكان اللي هو بينام فيه، زي مثلا ارض يكون سخنه تكون درجه حراره فيها عاليه، درجة حرارة عالية بتلاقي الكلب نام وفرشح رجليه أو فرد رجليه كده وابتدى ينام على بطنه، ده بيحصل عملية سخونة أو تسخين للخصية نفسها، فبتخلي الحيوان المنوي اللي في قلب الخصية الخصية نفسها هي المصنع بتاع الحيوان المنوي اللي بيبتدي يخرج منه للبشر عشان خاطر يبتدي يروح للأنثى تمام. هي نفسها بيبقى موجود من درجة الحرارة بيحصل عملية غير طبيعية، اللي هو بتلاقي الحيوان المنوي اصلا ذات نفسه بيموت. عفوا يا جماعة. وحاجة تانية زي ما احنا قلنا امبارح المادة السكرية اللي بيمشي فيها الحيوان المنوي بتبقاش صالحة خالص، بتبقاش كويسة تمام. ما هو النهاردة عشان خاطر تمشي في مكان، لو ما كانش المكان بتاعك ده يعني ماشي بعربية والمكان بتاعك دي مرصوف و100 فل و14 فانت ماشي كويس تمام، لكن هاجي امشي بعربيه في مكان كله مطبات وكله تراب، انا ذات نفسي في اول طلعه ونزلت لا انا هرجع تاني، المكان بتاعي مش كويس ومش سليم، لا ده الامور كده لا انا هرجع تاني. فاللي بيحصل نفس الحوار، هي ما بترجعش، بتموت في السكه. ده بيبقى عقم تام، بتلاقي الحيوان المنوي حتى لو خرج والماده السكريه سليمه بتلاقيه خارج اصلا كده ما فيش، الكلب اصلا ما بيفرش اللي هو السائل المنوي ده اللي بيمشي فيه الحيوان المنوي، اللي هو السائل اللي بيمشي فيه الحيوان المنوي نفسه اللي هو بيخش يخترق البويضه بتاعت الانثى تمام، بتلاقوش اصلا يعني يا دوبك بيخرج من الخصيه او من يا دوبك بيوصلش للقضيب او البشر، بتلاقي بيموت. طب ايه حله او ايه السبب بتاعه؟ المشكله في ان الموت نفسه بتاع الحيوان المنوي ده اكبر مشكله ممكن تقابلك، انك هقول لك ممكن تحيد اللي بيحلى العظام هو رميه هو ربنا طبعا، لكن علاجه وبتاعه وحاجات زي كده كتير ممكن يبقى صعب، لان في حيوان منوي برضه بيخرج. ناخد بالنا، دي حصلت معايا اقسم بجلاله الله حصلت معايا انا شخصيا مع كلب. الكلب ده كان جامد جدا، الكلب اروح احلله يطلع نسبه الحيوان المنوي بتاعه 75% و100 فل و14 75% الكلب يخل تمام. انا كنت عامل تحليل عادي مش بيولوجي تمام، عادي الكلب يخرج الحيوان بتاعه المنوي عادي، يعني ما فيش فيه اي حاجه، الكلب يخل. الكلب طالما بيخش في يعني يا دوبك في حي النتايه ويوصل للبيضه كل الحيوان المنوي مات،
كلب فعلا فضل على كده نتيجه في 2 في 3 في 4 في 5 في 10 ما بيخلفش. ما خلفش تمام. فجينا عملنا له تحليل بيولوجي بقى تمام زي مزرعه كده، فلقينا ان الحيوان المنوي اصلا بيوصلش للبويضه، بيكون مات بيكون مات. طب ايه حله؟ قال لك ادي ودي 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 ادي برشام كتير، وللاسف الشديد برده ما ينفعش باي شيء. للاسف الشديد ما ينفعش باي شيء. اللي انا عايز اوصله تمام ان الميت ميت، والعايش حتى لو بنسبه بسيطه ممكن نعليه بالعلاج اللي احنا بنديه. العايش العايش هنكتره هنكتره كتير جدا بالعلاج اللي احنا بنديه. لكن الميت للاسف الشديد ما ينفعش له اي شيء. زي ما احنا قلنا خلي بالنا من اماكن الكلاب بتاعتنا، نبعد عن الاوراد عشان خاطر دي السبب. لو كلبك كان شغال و100 فل و14 وابتدى يحصل مشكله. حاجه تانية ان الذكر نفسه يتجوز نتايه غلط، فده بيبقى اكبر غلط اصلا ان هو يتجوز نتايه كانت زي الفل وكانت كويسه، وفجاه النتايه دي جالها ميكروب او جالها فيروس او جالها زي ما في كانت نتايه كده مشت مع بعض الغواه، اذت ناس كتير جدا. الكلبه دي كانت عندها سرطان في الرحم، فكانت طول الوقت بتنزل دم، كانت كل شهر اتنين بتنزل دم. فصاحبها كان راجل يعني على قده، فكان كل شويه يقول لك الكلبه دي ايه داخله على حيط، اروح اجوزها من عند محمد. يجوزها من عند محمد، محمد يجي لابس في الحيطه تمام. الراجل بيجوز بجرامه مش بفلوس، ولو فلوس لو كان حد وافق بفلوس كانت لدع، كان خد بعضه ومشي بنتيته. فاللي كان بيحصل كان يجوزها من عند محمد، الكلبه ما تشيلش، ده الكلب بتاع محمد ما بيخلفش. وفعلا كلب محمد بيخلفش. ليه؟ لانه الكلب بعد الجوازه خلاص ما بقاش يخلف، حتى لو بيخلف لقط الميكروب، لقط السرطان، لقط الحاجه اللي عندها. فدايما لو انت لقيت دم غريب حتى في النتاية بتاعتك، او هنتكلم عن النتاية دلوقتي، فانت خلي بالك من الذكر بتاعك. حاول على قد ما تقدر النتاية اللي جايه لك تتجوز تكون نتاية سليمه ومعمول لها تحليل تمام. جوز على تحليل البروجسترون او تحليل التبويض، لان ده هيفيدك قوي، لان هنتكلم عن النتاية في اللقطه دي تمام. الحاجات دي كلها مهمه جدا. العامل الجوي بتاع الكلب بتاعك اللي تقول ايه انا الكلب بتاعي اصلا طول الوقت راقد في قلب الشمس وبيحب يرقد على بطنه كده في الحراره، لا ده اكبر غلط. حاول تقوم الكلب او تربطه في مكان ما خلاص، لان ده كله ده غلط بسبب عقم للذكور، بسبب عقم للذكور. زي ما احنا قلنا امبارح، لو انت كلبك نسبه التحليل بتاعته اقل من مثلا 50 60 40، ادي العلاج اللي احنا قلنا عليه امبارح. هتلاقي الامور بامر الله. اللي هو الكارتين، فيتامين ه، سيلينيوم تمام، فيتامين اي 1 جرام، فيتامين اي 1 جرام، اربع انواع دول بامر الله بامر الله بامر الله بامر الله بامر ربنا الكلب هيخلف باذن الله، والحيوان المنوي بتاعه هيعلى. واعمل تحليل زي ما انا قلت امبارح بعد 15 يوم وشوف النتيجه بامر الله، هتلاقي هي كويسه جدا. طيب المشكله بقى هنا عند النت، المشكله عند النت اللي تلاقي كلمه معاك زي الفل وابتلك الكلبه مش عايزه تخلف. الكلبه جوزتها مره في الاول خالص خلفت وزي الفل، بعد كده تعالى ده النتيجه خلفت، النتيجه ما خلفتش تاني، الامور وقفت على كده للاسف الشديد، بقيناش عارفين نعمل ايه. تغيير طبعا في الهرمونات هي اول حاجه اللي بتجيب برضه مشكله النتيجه تمام. زي نفس الذكر اللي هو تغيير هرمونات، بتلاقي النتيجه الهرمونات عندها متغيره بعد ما كانت طبيعيه. كنت انت مثلا تلاحظ نتايتك ان هي بتجيب دم في شهر 7 مثلا وفي شهر 12 دي معاد الحب بتاعها، فجاه في كده فقامت جايه في شهر 3 او شهر 4 جايبه دم تاني، في شهر 8 او 7 او 9 جابت دم تاني، واجوز في دي واجوز في دي واجوز في دي كده الكلمه ما بتشيلش. طب كده هنا حاجه اسمها تغيير هرمونات، فتغيير الهرمونات اصلا بقى مشاكل ذات نفسها من جوه، من الهرمونات اللي هي بتودي للغده اللي هي بتاعت المبيضه، بتلاقي الدنيا جوه اتلخبطت اتقلب حالها، في مشكله بتحصل للنتايه. زي ما انت يكون انت كويس و100 فل و14 مشطف وخارج، وفجاه جالك شويه برد ابتدت تكح وتحتص وحاجات كتير جدا، الامور عندك كلها اتغيرت. نفس حال الانثى، نفس حال الانثى، تغيير الهرمونات بتحصل هنا كده بتخلي الدنيا كلها تتلخبط، فبالاسف الشديد تيجي تتجوز النتايه ما تشيلش، النتايه ما تشيلش. وحاجه تانيه دايما ما بنفكرش فيها، تقول كلبك سليمه وزي الفل، القعده نفسها ان الكلبه تقعد على شويه، لا مؤاخذه في الكلمه، حتى لو انت حاطط كلبك فين؟ قلب البوكس، كده كده بيعمل حمام، ممكن اعاده في الحمام نفسه، اعاده اللي هو ايه؟ لمس حياه، لمس شويه الميه او شويه لا مؤاخذه اي وساخه تمام؟ جاله ميكروب، فيبتدي يحصل هنا عمليه
دخل ميكروب في قلب الرحم فما عالجتش، فقلب معايا بالتهاب ثم صديد ثم صديد. عالج بقى لو انت راجل، هيحصل لك مشاكل كتير جدا وهتصرف كتير جدا، وقدامك اقل حاجه 5 6 شهور او 7 شهور تعدي حاطين لحد ما الكلبه تبقى كويسه. وكده كده انت مش هتعرف تعالج لما يكون الحده موجوده، يعني مش هتعرف تعالج لما يكون الكلبه دخل عليها دوره فتروح تعمل لها سونار وتعمل اللي هو التحليل دي كلها عشان خاطر تعرف تعالج. لكن الفتره دي كلها انت قاعد عامل كده، حطك على خدك وقاعد عامل كده. فدي عوامل كلها بتبقى مننا احنا. اما العقم من الصغر دي حاجه تانية، دي حاجه بتاعت ربنا. احنا مهما تتدخل بالعلاج للاسف الشديد تمام مش تعرف تعالج. لكن احنا بنتكلم على الكلاب او الحاجه اللي هي حصل لها عقم بعد ما كانت سليمه. اما العقم اللي هو من فتره طويله من ساعه ما اتولدت وهي عندها عقم او عندها مشاكل في الرحم تمام، بيبقى عندها عيب خلق لا قدر الله، يعني مثلا في الرحم في حاجه في المبيضه، ان البويضه اصلا ما بتفرش اللي هو البوليسترون اللي هو المبيضه بتطلع او بينزل منها دوره الشهريه او الدوره اللي هي بيجي لها كل فتره تمام، ولخبطه في الهرمونات. فدي للاسف الشديد مش فيها اي مشاكل، ممكن تقعد تعالج وترتب حاجات كتير. للاسف الشديد ما فيش، يعني انا واحد والله العظيم من الناس زعلان على النتيجه، كانت معروضه على النت بتاعت اخ محترم، الكلبه دي بفلوس جامده كتير قوي، بفلوس كتير، بفلوس، كلبه حلوه قوي، انا شفتها شدت عيني كلمته على طول، كلبه جامده. للاسف الشديد عشان خاطر حاجه زي كده تمام ملهاش علاج، او ما اتلحقتش، او كان ليها علاج ومحدش سال، او هو اشتراها كده، يعني امور كتير جدا. مش عايز ان انا نظلم حد ولا اظلمه ولا اظلم اي حد. فالكلبه النهارده تمت مثلا 3 سنين 4 سنين، للاسف الشديد ما فرختش شعر. فاحنا يا جماعه اللي انا عايز اوصله، نخلي بالنا من النوت بتاعتنا اماكن كويسه، لو حسيت ان فيها شويه دم تمام، حسيت باي حاجه اعمل، ودايما اطمن على نتايتك. اغلبيه الناس اللي هي ناجحه بتعمل ايه؟ بتيجي على الكلاب بتاعتها في اول ايام الحيض، بتقوم جايه شايلها في عربيتها وتطير على الدكتور، ما تاخدش معلومه من محمد، ما معلومه محمد دي ليها وقت. انا بقول لنفسي اهو، المفروض ان انا اقول لكم انا وانا وانا وانا، لا، معلومه محمد دي ليها وقت وملهاش وقت، ليها وقت وملهاش وقت. محمد معلش ما بيعملش تحليل، او محمد بيعملش منظار او اشعه او الكلام ده كليته، لا، في هنا دكتور، محتاجين الدكتور. فناخد بعضنا نطلع بالتي على الدكتور يعمل لنا سونار على الرحم ويطمن على المبيض، ونقوم جايين واخدين عين الدم بقى، يبقى احنا كده عملنا الصح من ايديها من قدام، ويعمل لنا مزرعه بكتيريا نشوف فيه اي فيروس او في اي حاجه، لان الامور الحمد لله رب العالمين تمام. هي في اول خبطناها المسحه بتاعتها الجميله، يبقى احنا 100 فل و14 ندور على الذكر السليم، ال 100 فل و14 الذكر الكويس اللي هيفرق كويس، ونبتدي نجوز، وان شاء الله هتلاقي ربنا مراضينا، حتى الجراوي نازله زي الفل. ما هو النهارده لو الكلبه فيها بكتيريا وانا جوزت والكلبه شالت، هتاثر في اللبن. فناخد بالنا من الحاجات دي كلها يا جماعه. انا طولت عليكم النهارده في الفيديو، بس انا عايز اتكلم معاكم تاني، وان شاء الله يكون لينا حلقه تانيه هنتكلم فيها وهنشرح فيها كتير قوي، وباذن الله انتظرونا. بس ارجو الشير والمتابعه واللايك اهم شيء. تحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.